أنا محمد سامي، 26 سنة، كنت مهندس مدني ودلوقتي فيديوغرافر. إحنا اللي استلمنا قبل الديدلاين بيوم وطبقنا على شغلنا بالساعات، كتفنا اتخلع من شيلة اللابات، حياتنا خلصنا في الكافيهات، تلاقينا آخر ناس بتدخل الشركة بس أول ناس بتسلم. التوتوريال اللي إحنا اللي بنعمله، ما بنتعلموش، احنا اللي بنسيف مره واحده بس عشان عمرنا ما استلمنا غير ميل الابروف. كل تحريكنا تلاقي جرافات، واول ما رندرنا على 2 جيجا رام. احنا اللي حنتفنا، ولما تقال لنا ده الاخر قلنا لهم احنا ملناش اخر. مهم تعرف ازاي بدأنا عشان نوصل هنا، بس الاهم تعرف ان لو الصناعه دي ليها نبض، فالنبض ده احنا اللي بدأناه، احنا اللي ملناش اخر، احنا الفلوس. الفلوس احنا بنشتغل عشان الفلوس. هو مش ده الدافع الوحيد اللي خلاني اشتغل في المجال اللي انا فيه، بس هو الدافع الاساسي للشغل هو الفلوس. زمان كان المهندس مثلا بيشتغل عشان خاطر بيبقى له مكان في المجتمع، مكان محترم وبياخد فلوس. والدكتور، الناس كلها بتجري على دكتور مش عشان هو بس مكان محترم، لا، عشان بياخد فلوس اكتر من المهندس. والله وانا عديت باهتمامات كتير، منها مثلا كنت في فتره بتعلم فوتوشوب، وبعدين بعدها فتره اتعلمت افتر افكت، وبعدين بعدها فتره اتعلمت بريمير، وبعدين فتره اتعلمت برمجه، لحد ما دخلت الكليه. وانا في وسط الكليه لما نجحت اخويا جاب لي كاميرا، كان نوع من انواع الهوايات برضو يعني. فبعد فتره لقيت نفسي ان انا حبيت الموضوع اكتر من الباقي، يعني حسيت ان انا لقيت نفسي فيه، وبالذات ان هو الموضوع فيه كرياتيفيتي شويه اكتر من الباقي بيحتاج انك تذاكري اكتر من ان يبقى عندك عقليه او تخيل اكبر. يعني مثلا برمجه لازم تعلمي لغات برمجه الاول، الكاميرا او عموما التصوير كله هو عباره عن ان انت بتعلمي اساسيات التصوير اللي هي مثلا ممكن انت تتعلمها في يوم ونص، بس في واحد عينه بتفرق عن التاني. انما البرمجه مثلا بتحتاج وقت كبير في التعليم، الموشن جرافيك بيحتاج وقت كبير في التعليم وغيره يعني. عملت شيفت كارير في نفس اليوم اللي ناقشت فيه مشروع التخرج، يعني انا ناقشت النهارده نفس اليوم بالليل نزلت اشتغلت فوتوغرافر. اول الموضوع كان عندي من السنه اللي قبلها ان انا دفعتي صحابي من الكليات التانية اتخرجوا وبداوا يشرحوا لي الوضع الخارجي عامل ازاي. كان في شويه حاجات، ان الشغل صعب، الفلوس مش قد كده، ان هم بيحتاجوا مساعدات من اهلهم. فقلت لما اجي انا هتخرج هيبقى الوضع مختلف شويه. طبعا انا لسه هروح اقدم جيش، فكان قدامي بتاع 4 أو 5 شهور، فمش هينفع اشتغل مهندس. فقلت هشتغل الفتره دي اللي هو فوتوغرافر. واصحابي اللي خدوا عفا والناس اللي كانت واخده عفا اصلا اساسي كانت نزلت اشتغلت، فضلوا هم متمرمطين وانا طريقي سالك شويه. فقلت سبع شويه برضه اخد قرار. فجاه لقيت الموضوع بقى ماشي معايا اريح بكتير من ان انا ابقى مهندس. من اصحابي المهندسين طبعا الاغلبيه فيهم كان متمرمط يعني. لا، ما كانش في اي خوف اصلا الخطوه دي، انا خدتها كده. هو الموضوع انا مختلف شويه عن بقيه الناس، ان انا ما كانش في وقت ان انا افكر. هي الفرصه جات لي لحد عندي ان انا كده عندي جيش، فمش هينفع اشتغل مهندس. فالفتره اللي انا قاعد فيها دي من حق اشتغل اي حاجه تانية. لكن انا لو كنت خدت اعفاء قبلها مثلا، او كنت داخل مع دفعه قدام مثلا شهر في الجيش، كان ممكن افكر في مهندس. المشكله دايما بتبقى في ايه؟ في ضغط المجتمع عليك، ان انت مثلا معاك شهاده عاليه فهتسيب الشهاده وتروح تشتغل. طب كنت دخلت الكليه من الاول ليه؟ هو اصعب حاجه طبعا المجال اللي انت هتختاريه. غالبا اللي بيعمل شيفت كارير بيروح لمجال هو مجال ملوش علاقه بالدراسه، بالتالي انت بتقعدي فتره تشوف نفسك او انت كفء ولا مش كفء، هل ده المجال الصح ولا لا. في الاول بتبدأ شيفت كارير او بتبدا في شيفت كارير بيبقى الموضوع فريلانسنج. معظم المجال بتبقى فريلانسنج، بيجي عليك فترات اللي هو انت مفيش شغل، فبتبدا تحس ان انت خدت قرار غلط. وبعدين تبص تلاقي نفسك مثلا قطعت نص المشوار، فمثلا عدى 6 شهور، فاصحابك شغالين بقالهم 6 شهور وانت دلوقتي مش شغال. فتفكر هو انا هرجع ابدا بعد ما هم سبقوني ولا اكمل في مكاني؟ دي واحده من الصعوبات اللي بتعدي عليك. الصعوبه بقى في اخذان القرار نفسه، ان انت بتقعد تفتكر ال 14 سنه تعليم وال 18 سنه اللي انا قضيتهم من حياتي والكتب اللي كنت باكلها عشان خاطر ايه؟ ابقى مهندس واخد الكارنيه. وانا ما بحبش الروتين، بزهق من ان انا مثلا هنزل كل يوم من السبت للخميس اروح الموقع، وبعدين اروح يوم الخميس والجمعه، وبعدين ارجع تاني اروح من السبت. يعني اضافه على كده ان ما بقاش فيه اي نوع من انواع الحياه الاجتماعيه، اصحاب، العيله، كل حاجه بتبوظ. الميزه الوحيده يعني اللي موجوده في الشغل هنا عن هنا، ان انا وقت ما بحب اخد اجازه انا بقول انا هاخد اجازه، مش نازل شغل النهارده. اكتر حاجه مميزه في شغلي الحالي ان انا بحبه، انا اللي اخترته، مش اتفرض عليا حاجه انا حبيتها وعشان سبت حاجه تانية. فمهما مثلا بقعد اذاكر لها او بتعب في الشغل انا ما بزهقش بسرعه. إيه اكتر حاجه مميزه فيا؟ انا خدت جانب شويه من السينما وذاكرته. الناس اللي تيجي تتفرج على افلام، الناس بتتفرج على الفيلم كده عادي. إيه انا ما باجي اتفرج على الفيلم
ببقى شايف في حاجات غير اللي الناس شايفاها، زي اي مجال جينا مثلا عرضنا عمليه بتاع الدكتور على النت محدش هيفهمها، بس اللي هيفهم الفروقات بتاعتها الدكتور اللي زيه. حاجة فرقت بقى معايا جامد كلية فعلا، يعني هي الكلية ادتني الحاجات اللي غيري مش عارف ياخدها، زي مثلا طريقة التفكير، طريقة المذاكرة لوحدي، شغل تحت ضغط، شغل تحت ضغط، شغل تحت ضغط، شغل تحت ضغط، شغل تحت ضغط. انا استفدت من هندسة واحنا في الكلية بيعلمونا دايما حاجات في طريقة التفكير عموما، بتلاقي دايما مهندس عموما ماشي بيتلفت حواليه هو مخاوي وبنصعب على الناس، بس هو الحقيقة انا ببقى ماشي كل اللي حواليا ده هندسة، فهما بيعلمونا طول ما انت ماشي تفكر ده اتعمل ازاي، طب ده كده ليه، طب ده يفرق ايه عن ده عن ده عن ده. طبعا تاني حاجه بتاثر في الحقيقه عموما worst case اسوء حاله، انك دايما بتقعدي تحسبي اسوء حاله ايه اللي ممكن تحصل وبتحسبي عليها الاحتمالات. احنا دايما يعني مثلا في تغيير في المواعيد، ممكن مثلا بطاريه الكاميرا تفصل، فلاش بايظ، اضاءه بايظه، وبالتالي احنا طول الوقت في اسوء حاله. يعني على قد فعلي في الاول كان سبورتيف جدا 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 لحد ما جينا اتكلمنا عن الوضع اللي هو ايه، انا قاعد في البيت ومفيش شغل. فطبعا ساعتها كان يعني بدا بقى تظهر اللي هو ايه نقطه، طب مالها الهندسه يا ابني، ما الناس كلها شغاله اهي وبتنزل الشغل فتره كده. وبعدين بقى بعدها بقى هم اكتر ناس يعني بيدعموني اكتر، يقولوا لي لو الموضوع واقف على معدات احنا نتعامل بالمعدات. طبعا انا اخويا هو اللي ليه الفضل الكبير في الموضوع ده، هو بيبقى سبورتيف في كل اتجاه، او مثلا علاقاته بتزق الموضوع شويه لو من ناحيه الماديات اللي هو معدات او كده، وبرده بيزق الموضوع شويه. هم دلوقتي مرتاحين، وطبعا هم يعني اكتر ناس فخوره بيا، لان انا بقيت مثلا بنزل صور حفلات مشاهير. طبعا انا بقيت بتعرف على ناس لو قعدت طول عمري مهندس عمري ما كنت هوصل لهم. انا ما حسيتش باختلاف لان انا كنت في حياتي الكليه وبعدين دخلت على الحياه العمليه على طول. اللي هحس بالاختلاف اللي كان في مجال مثلا يعني مثلا مجال الهندسه، وبعدين بعد سنتين من مجال الهندسه قرر ان هو يروح اللي مجال شبه الكول سنتر او كان في الترجمه او كده. ده اللي هيحس بالاختلاف، لان هو قضى فتره كبيره عمل روتين بقى له شغل، وبعدين بعد كده قام جاي مغير روتين حياته. انا اللي انا هشوفه في الاختلاف لو جيت اقارن نفسي بالناس اصحابي، ان انا اللي اختلف عندي عنهم ان انا عندي وقت ان انا اعمل كوميونيكيشن مع اي حد فيهم وانزل اروح ليوم اجازته، على عكس هو مش قادر يعمل كوميونيكيشن معايا وينزل يجي لي في وقت اجازته. هو ليه اجازه يوم، وبالتالي هو بيبقى مطالب ان هو يغطي مساحه الدايره القريبه منه، اهله اولا، واذا اتفضى الوقت صحابه. ده على الناحيه مثلا الاجتماعيه. الناحيه الماديه هم مرتاحين تقريبا شويه احسن مني في حته ان هو في اخر شهر هو عارف هياخد كام، لان هو شغال بمرتب. لو اتكلمنا على فريلانسنج يعني بتكلم على حالتي انا ما ببقاش عارف انا هاخد مرتب كام، بس انا في الوضع ان توتال انا بحقق فلوس اكتر منه، بس انا مش عارف ان انا هحققها. يعني انا بعد ما اواضي مستقر انا بحقق فلوس اكتر منه مثلا مضروب في 4. في منها اهتمامات تنفع انها تشغلك، وفي اهتمامات ما تنفعش انها تشغلك. يعني انا مثلا كنت في الاول مهتم بالتصوير، بس كنت فاشل جدا في تصوير اشخاص، وبالتالي انا كنت محتاج وقت كبير ان انا اطور من نفسي عشان اعرف اصور اشخاص، لان هو ده اساسا الشغل. احنا في مصر كمجال مثلا كان تصوير مثلا ابستراكت او الفاين ارت او الكلام ده كله ما بياكلش عيش، وبالتالي انا لو كنت فكرت ان انا انزل اشتغل بموهبتي اللي عندي ما كنتش هشتغل. هو الاول لو انت عندك تالنت او عندك هوايه ناحيه حاجه، لازم الاول تشوف هي هتنفع تشتغل ولا لا، وهل هي محتاجه تطوير ولا لا. بعد كده بتبدا تقرر انت تشوف انا همشي في الطريق ده ولا لا. تسال طبعا اللي قبلك في نفس المجال وفي المجال اللي انت رايحه الوضع بيبقى عامل ازاي، لان طبيعي انت بتبص على الحاله الناجحه ما بتبصش على الحاله اللي فشلت. فلو انت بصيت على الحاله الناجحه هتلاقي في كل واحد حب يعمل شيفت كارير لاي مجال من اي مجال هتلاقي في حاله ناجحه واحده على الاقل، مفيش حاله بتبقى فاشله. لكن مثلا بيبقى فيه قدامه مثلا 5 6 7 هتفشل، فلازم تبقى انت عارف اسباب الفشل عشان ما تقعش فيها.